اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه وخير. بنستأنف رحلتنا وابحارنا مع رجال صدقوا، والدكتور اسامه الازهري احد علماء الازهر الشريف ومستشار السيد رئيس الجمهوريه للشؤون الدينيه. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وانت طيب، وساده المشاهدين الكرام بألف خير، وايام رمضان بتأتي كده بالنفحات والنور. نفحه النهارده بقى مع مين وفين؟ من أي يعني من الرجل وما بلده وما القيمة اللي بيجسدها في طيب، قصته وسيرته؟ احنا كنا بالأمس مع الأشقاء في ليبيا، ونغادر الديار الليبية الشقيقة لننطلق إلى القرن الأفريقي، إلى أريتريا. وأريتريا دولة ساحلية تمتد على طول البحر الأحمر، من الشمال السودان، من الجنوب هتلاقي جيبوتي والصومال، وغربها على طول أثيوبيا، علشان بس السيد المشاهد الكريم يتصور هي فين على الخريطة. أريتريا الجسر الذي بني بيننا وبينهم، يعني كم من العلاقات والجسور بيننا وبين هذا البلد الكريم. لكن شخصية اليوم من هؤلاء الرجال الذين صدقوا تعد أكبر جسر بني بيننا وبينهم، لحيثيات وأسباب حتظهر أثناء الكلام. الأستاذ الكبير الذي جاءنا هدية من أريتريا الشقيقة والكريمة هو المفتي الجليل والأستاذ العالم الكبير والمنير إبراهيم المختار بن عمر الجبرتي الزيلعي الأزهري الحنفي المذهب الأريتري، مفتي أريتريا في زمانه. هذا العلم الجليل أنا يعني أقف إكبارا لمثل هذا الإمام، من زينة الرجال الذين صدقوا وكانوا من ورثة النبوة بحق وبصدق. ولد هذا الإمام سنة 1909، وغادر الحياة الدنيا بأكملها 1969، يعني كل اللي قضاه في هذه الدنيا 60 سنة، لكنها كانت في الحقيقة حافلة، وكانت رحلة نجاح، وكانت نموذج مشرف لرجل من الرجال الذين صدقوا. ولا أخفيك أنني أكن لهذا الإمام الجليل قدر عظيم من الحب والإجلال. واسمح لي أن أنا بسرعة يعني أنسج للسادة المشاهدين يعني رحلة حياة هذا العلم ولمحات مضيئة من حياته الكريمة. الإمام الكبير الشيخ إبراهيم المختار بن عمر ولد 1909 في أسمرة شرق أريتريا. تلقى العلم وحفظ القرآن على يد أبيه، وظل في معية أبيه إلى أن توفي. لما أن توفي الوالد غادر موطنه أريتريا ونزل إلى السودان، وأقام في مدينة كسلا طالبا للعلم، ثم اتجه إلى أم درمان. وأم درمان في السودان فيها معهد يعرف بالمعهد العلمي في أم درمان، الذي كان يشبه بنموذج مصغر من الأزهر الشريف، وكتب عنه الشيخ محمد المبارك بن عبد الله كتاب مع التعليم الديني في السودان. محمد المبارك بن عبد الله ده درس في الأزهر وتخرج فيه، ودرس لسيدنا الشيخ الشعراوي، علشان بس العلاقات ترتبط ببعض. الأستاذ الشيخ إبراهيم المختار أقام في كسلة فترة في السودان، ثم في أم درمان، وهي معاهد علمية موقرة وجليلة، لكن طموحه ما زال عاليا، يرغب ويطمح بشدة أن يدرس في الأزهر الشريف. ظل قلبه معلقا بالسفر إلى أرض الكنانة مصر، فغادر السودان إلى القاهرة، فوصلها سنة 1345 هجري، والتحق بالأزهر الشريف، فأقام في رحاب الأزهر الشريف 15 سنة بالتمام والكمال، لا يمل، لا يضجر، لا تحدثه نفسه بأنه يعود إلى أهله ووطنه وجيرانه والأسرة والأهل الكرام، يعني مع كل ما يعتمل في وجدان الإنسان من الحنين إلى الوطن، لكنه كان من الصادقين في طلب العلم. أصيب بمرض شديد جدا. طيب يا دكتور، الفترة دي مصر كانت بتموج فيها بأحداث عاصفة. نعم، احنا بنتكلم تقريبا انه كان سنة كام ميلاديا كده في مصر؟ 1345 دي تقريبا اوائل الثلاثينات. اوائل الثلاثينات، يعني في فرق مع الاستعمار البريطاني، وبندخل في معاهدة 36، و مصر تموج في ذلك الحين، تنشأ الإخوان المسلمين بالوفد، الحكومات المتعاقبة، المشكلة مع المشاكل مع الملك الإنجليز، وبعد ثورة 19. في ظل هذا الجو يظل هذا الإمام الجليل يرى الجهاد الوطني للمصريين والمكافحة الكبرى في نيل الاستقلال للبلد،
وفي حماية مصالح البلد وفي البر بهذا الوطن، ويظل يتعلم من هذا السياق الوطني المصري كيف يصنع إذا عاد إلى بلده مع الإيطاليين ومع الهولنديين ومع صور الاستعمار التي كانت تستعمر بلده في ذلك الحين، وكيف يستطيع أن يبحر بنجاح بين هذه الأمواج التي تتصارع على أرض وطنه كالنموذج الذي رأى المصريين من شيوخه الذين علموه وهم يجاهدون لنيل الاستقلال لبلادهم. الحقيقة أن هذا الإمام كان رحلة حياة مشرفة، وحياته حافلة جدا تتسع لأكثر من حلقة، ونكمل إذا بعد الفاصل. ولكن هل يصح مدخل بعد الفاصل أنه ينطبق عليه أنه من تمص فقد تبصر؟ بلا شك طبعا، ده أبرز نموذج لهذه الحكمة. إذن البصيرة التي جاءت من مصر بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم دكتور أسامة. نعم. نعود مرة أخرى لأريتريا طبعا، ومبتعثها الشيخ الجليل في مصر. نعم. طيب، الإمام الكبير الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المفتي الجليل من زينة الرجال الذين صدقوا، كنت وقفت مع سيادتك عند محطة في حياته أنه أصيب بمرض شديد، دخل لأجله المستشفى الإيطالي في العباسية، وظل فيه 3 شهور دون أدنى تحسن، فغادر إلى وطنه وظل يعالج هناك بالأساليب المعتادة عند أهله فتعافى، ثم رجع إلى مصر مرة أخرى فأكمل 15 سنة التي قضاها في أرض مصر. الإمام الكبير نال العالمية سنة 1356 هجري، واشتغل بعدة أعمال في مصر، اشتغل بالتدريس في بعض المدارس، اشتغل مصحح في بعض المطابع. دكتور، الأزهر في ذلك الوقت كان المفروض يعني الشيخ محمد عبده لسه يعني كان قريب عهد، في حركات تحريرية، في حركات تنويرية، في صدام كده أو فرق أو حراك من التقليدية للحداثة أو ما يسمى بالحداثة. الشيخ مصطفى عبد الرازق بيكتب الإسلام وأصول الحكم. في هذا الجو مقدار الثبات في التحصيل العلمي مقابل إدراك الوقت وحقه وسمته واللي بيحصل ويموك فيه كان عامل هو إزاي؟ هو الأستاذ الشيخ إبراهيم المختار كان الأب الروحي له مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي. والشيخ محمد بخيت المطيعي ده أعجوبة من الأعاجيب، ده الفقيه الذي كان يقول عنه العلماء في زمنه كأنه من علماء القرن الرابع أو الخامس الهجري، لكن تأخر به الزمان. إمام في علم أصول الفقه وفي المذهب الحنفي، أول من حرر كتابا لتحرير القول في التصوير الفوتوغرافي وأنه حلال ضد كل كلام العلماء التي كانت تتحجر ضد التصوير في زمنه، سنة 1920 عمل الكتاب الجواب الشافي عن حكم التصوير الفوتوغرافي، عمل كتاب توفيق الرحمن في التوفيق بين ما قاله علماء الهيئة والفلك وبين القرآن، كان عضوا في لجنة دستور 36، كان عضوا في لجنة الدستور. هذا الانتماء الروحي والتشبع الفكري بالشيخ المطيعي جعله لما يعود أريتريا القيمة التي يمثلها في بلاده هي أول ما أتم فترته في مصر وتبين له أنه خلاص سيعود إلى أريتريا، اتجه إلى السويس وأبحرت به الباخرة، فوقف ينظر إلى أرض مصر وخلاص يعني البر يبتعد، فجاشت عينه بالدموع وبكى وهو ينشد الأبيات القديمة، أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. لما رجع هذا الإمام الجليل إلى أريتريا تقلد عدد من المناصب، كان أولها على سبيل المثال أنه تولى منصب قاضي قضاة أريتريا، يعني أول ما رجع إلى بلده في سنة 1939 عين رئيس لمحكمة الاستئناف الشرعية ثم قاضي لقضاة أريتريا سنة 39، وعين مفتي لأريتريا سنة 40، وهو مواليد سنة 1909 يعني سنه 31 سنة. ففي ال 15 سنة اللي نخصمها من ال 31 يعني جاء مصر سنه 15، رجع إلى بلده سنه 30 سنة، 15 سنة في طلب العلم، يعني في وقت مبكر ما فيش حد يوجهه، ما فيش حد يقول له يعني يتصرف إزاي، لكنه اكتسب الحكمة، اهتدى إلى رشده. رجع إلى بلاده فتقلد مناصب كثيرة وصار هو المشرف على تعيين القضاة والمشرف على تعيين المفتين إلى أن توفي سنة 1969. أنا عايز أعرض للسادة المشاهدين عدد من الصور فيها شيء من الطرافة والعجب. آدي صورة للإمام الكبير الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المنفراوي، آدي صورة تانية ليه، آدي صورة تالتة ليه، أهي آدي صورة ليه عجيبة جدا، لأنه هتلاقي سيادتك في هذه الصورة يقول لك إيه،
انه على جانبه الايمن رئيس الحكومه في اريتريا، وعلى جانبه الايسر مبعوث الامم المتحده الى اريتريا، وبجواره احد علماء الازهر موجود من البعثه التي لحقت به في اريتريا. اذا رئيس الحكومه في بلده ومبعوث الامم المتحده يعني قادر على ان يتعامل تعامل سديد مع حكومه بلده، يعني انسان وطني، يعني حريص على بلده، يعني محل ثقه عند 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 وطنه من العوام الى الحكومه الرسميه في بلاده. هو الذي يستقبل مندوب الامم المتحده وينسق معه. صورة أخرى هي للإمام الكبير وهو يستقبل الإمبراطور هيلاسلاسي إمبراطور أثيوبيا، وصورة أخرى له مع نفس الإمبراطور. صورة هي له مع عدد كبير من الأزهريين، منهم على سبيل المثال الأستاذ الكبير شيخ محمود خليفة رئيس البعثة الأزهرية في أريتريا. يبقى الأداء الأزهري في أريتريا لم يكن متوقفا على شخص هذا الإمام، بل كانت الجسور ممتدة، شخصيات تأتي تتعلم وتعود، وشخصيات منا تذهب لتعكف على التعليم ثم ترجع. أثر الشخصية المصرية والتجربة المصرية والأزهر الشريف في أريتريا في خلاصة موجزة جدا، أنه فوجئ بمنتهى الألم الذي تألم له بالعدوان الثلاثي سنة 56، فأرسل برقية عاجلة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول له فيها إنه يعني بلغنا بمنتهى الحزن ما نزل بأرض مصر العزيزة الغالية على قلوبنا، ونحن على استعداد أن نتضامن مع مصر وأن نكون جنود في جيش مصر لمحاربة العدوان الثلاثي. يكفي من حياة هذا الإنسان النبيل أنه أصدقائي من أريتريا يقولون لي الشيخ إبراهيم المختار كان لا يخطب ولا يتكلم أبدا في أي مكان يتكلم فيه إلا ويقول مصر الحبيبة، حتى أصدقائي من أريتريا يقولون وعين الدنيا وإحنا فاكرين أنه مصر ما اسمهاش مصر، اسمها مصر الحبيبة، اسمها مركب هكذا لكثرة ما كان يتكلم بهذا. هذا الرجل من كبار الرجال الذين صدقوا، أنا أخلص له الحب، أرى فيه نموذج منير جمع عدد كبير من القيم ومن الهدى ومن العلم ومن الاستقامة ومن الشخصية المحببة للكبير والصغير. أدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. رحمة الله عليه، الرجل الذي أحب مصر الحبيبة حتى وعتها أجيال وظنت أن اسمها هكذا. رحمه الله رحمة واسعة. رحمه الله رحمة واسعة. وغدا إن شاء الله نستأنف وشخصية جديدة وبقعة جغرافية مختلفة، نلقاكم إن شاء الله.